بفاميلي اليوم موضوعنا للأسف هو الطلاق، وضيفتي هي المحامية الأستاذة روزي محفوظ عساف، رح تحكينا أكثر بطريقة مهنية عن موضوع الطلاق. صباح الخير أستاذة. صباح الخير أستاذة. الطلاق قلتي لي قبل أنه هو يعني الكلمة منا مستعملة عند الطوائف الكاثوليكية، ونحن اليوم رح نحكي إجمالا عن الطوائف الكاثوليكية عن أسباب الطلاق، لأنه هي الطائفة الأصعب بالطلاق، صحيح؟ نعم. آه، شو هن الكلمات المستعملة للطلاق؟ بالطائفة بالنسبة للطائفة الكاثوليكية ما في شيء اسمه طلاق، في عندهم بطلان للزواج. البطلان هو بيفرق عن الطلاق بكتير أشياء. أول شو الفرق؟ يعني عند مين في طلاق وعند مين ما في طلاق؟ عند الطائفة الأرثوذكسية في عندهم طلاق بس بحالة الزنا. الزنا أو وكمان بالنسبة للطائفة الكاثوليكية ما في طلاق، في شيء اسمه بطلان الزواج. بطلان الزواج وفي هجر، ما هيك؟ في شيء اسمه هجر، والفسخ فسخ بيكون بحالات كتير محصورة محددة القانون. هي حالتين يعني بيصير فيهم حصر، والحصر بيصير فيهم فسخ عفوا، والفسخ بيصدر بس عن الحبر الأعظم مش عن المحاكم. يعني هو أصعب بعد من بطلان الزواج. طيب رح تفصلي لنا اياهم شوي، بطلان زواج، فسخ وهجر. شو هو البطلان؟ ليه بيصير وشو أسبابه؟ البطلان بيكون عندك زواج نشأ غير صحيح، يعني أسباب هذا البطلان بتكون صارت قبل ما ينشأ الزواج، بتكون موجودة قبل ما ينشأ هذا الزواج. ولكن ما بيكونوا عارفين فيها الشريكين؟ لا مش ضروري يكونوا عارفين فيها، يعني بيكون في مثل نوع من تخبية او كذب عن الموضوع. نعم نعم، معقول يكون في كذب، معقول يكون في موانع موجوده مش عارفين فيها. مثل شو؟ في مثلا عندك مثل عندك اذا كان في مثلا عطل دايم، اما اذا كان في يمكن عجز جنسي. العجز الجنسي، العجز النفسي، هول كلهم بيؤدوا لشيء اسمه بطلان زواج. نعم. والفسخ قلتي لي في حالتين بس للفسخ. الحالتين ومحصورين معددين حصرا بالقانون عند الطوائف الكاثوليكيه، هي حاله الزواج المقرر وغير المكتمل، بمعنى انه هيدا الزواج هن اتفقوا انه يتجوزوا بس ما صار في مجامعه. بهيدي الحالة فيهم يلجأوا لفسخ الزواج بطلب يقدموه قدام الحبر الأحزم، وهو بده ينصر بهيك. وأكيد بيكون في أطباء كشفوا على الموضوع. أكيد أكيد بدهم ياخذوا طبيب شرعي، لازم يكون. لا مش ضروري، مش ضروري، بدهم رابور بس من الحكيم. نعم. والسبب الثاني للفسخ شيء بيتعلق بالإيمان. نعم. بمصلحة الإيمان. بيعطوا يا إما التفسيح البولوسي يا إما التفسيح البطرسي بهذه الحالة، كمان بيصدر عن الحبر العظم. ولكن قبل ما نكمل بالتفصيل الباقي بدي بس، يعني كلنا بنعرف انه بالطائفه الكاثوليكيه هي الطائفه الاصعب، يعني اوقات بتمد القصص وبيتاخروا واخر شيء يعني يمكن بيضطروا انه يغيروا دين. ليه هالطائفة الكاثوليك هالقد صعب انه يكون الزواج يبطل؟ مش بس عند الطائفة الكاثوليكية، هي كل اجراءات الزواج ودعاوى الزواج في لها اجراءات معينة واصول معينة محددتها الكنيسة. في مهال، في اشياء فينا نحن مرتبطين فيها ما فينا نطلع عنها، انه كوني فكانت بدهم يعلنوا بطلان الزواج، في اثباتات، هودي كلهم بياخذوا وقت. مشان هيك هيدي الدعاوى بيكون بتاخذ وقت كثير. وكمان انه هلا في كتير ناس يمكن يتفقوا على انهم يغيروا مذهب ويغيروا ويطلقوا بس او يبطلوا زواجهم، بس بهيدي الحاله بيكونوا صحيح بيكونوا اعلن بطلان زواجهم، بس اذا بدهم يرجعوا يتزوجوا عند الطائفه الكاثوليكيه بعدهم مزوجين. نعم طبعا، بعد ما انحل الوثاق يعني بدهم يكملوا بغير طائفه، بدهم يرجعوا يقدموا دعوه بطلان تيرجعوا يحصلوا او بدهم بطلان. يتزوجوا بغير طائفه او يتزوجوا مدني. نعم. طبعا. نعم. يعني ولكن البطلان الزواج استاذه يعني له اسباب، اوقات نحن بنفكر يمكن انه حيال سبب بيقدر يخلينا ننفصل عن بعض، ولكن في اشياء ما بيعترفوا فيها، صحيح؟ يعني في اشياء مثلا اذا الاشخاص مش متفقين مع بعضهم، او بيجي شخص بيقول لك انا
ما بقى قادر عيش مع هذا الشخص. هل بهالسهولة بتصير؟ لا أكيد. يعني لا. في أسباب رئيسية إن كان في بطلان أكيد أو أكيد. فسخ أو هجر. أكيد أكيد. شو هن هالأسباب الرئيسية يلي معترف فيها لل؟ أول شيء في عندك نحن بنعرف إنه الزواج تيكون في عندك زواج لازم يصدر عن رضا اتفاق، لازم يكونوا متفقين، لازم يكون عندهم رضا. إذا هيدا الرضا كان معيوب أو كان في شيء مش يعني كذب أو شيء، وهيدا الرضا صدر بسبب هودي الأسباب، بيكون هيدا الرضا معيوب وبالتالي بيؤدي للبطلان. وإذا كان في شخص مش قبلين ما بيزبط، ما في زواج. بده يكون في رضا. ودائما المعروف إنه هي المحكمة الروحية اللي بتحكم. نعم. يعني هو الزواج لأنه زواج ديني. نعم. وهل دغري بيقبلوا؟ هل بيصير في مراحل قبل؟ أكيد. شو بيصير؟ أول شيء عند الرافي بدنا نميزهم بين الطائفة الكاثوليكية وبين الطائفة الأرثوذكسية. بالنسبة للأرثوذكس، الأرثوذكس تتقدم الدعوة مباشرة قدام المحكمة. بينما عند الطائفة الأرثوذكس والكاثوليك، بس بالنسبة للموارنة، الموارنة مش دغري تتقدم الدعوة قدام المحكمة. يعني الموارنة مختلفين عن الكاثوليك. نعم. شو بيصير بهيدي النقطة؟ يعني لازم تتقدم الدعوة قدام المطران. المطران الأبرشي. نعم. هو لأنه بده يجرب يصالحهم. في حال ما ضبطت المصالحة يحيل الدعوة، يحيل الملف إلى المحكمة. يعني ساعتها بينظروا بالأسباب الرئيسية. نعم. اللي هي مثل ما تفضلتي وقلتي، يعني أغلبها كمان في مثل يعني أسباب نفسية بتصير. نعم، في عجز نفسي. واللي بتودي طبعا للعنف المنزلي. نعم. أو للعجز الجنسي وإلى ما هنالك. شو هي الأسباب النفسية المعترف فيها؟ يعني فينا يمكن يصير في غش بهالموضوع ولا لا؟ بلا أكيد. الأسباب النفسية مثلا في هو عدم إدراك. بيكون عندك عدم إدراك للموجبات يلي بدها تنشأ عن هذا الزواج. والموجبات هي البديهية. نعم أكيد. عن الزواج يعني طريقة التعامل. إيه، ما هو بيكون لكل شخص عنده حقوق وعنده موجبات بموجب هذا الزواج اللي عقده. نعم. عرفتي. يعني شو التقصير اللي بيصير أستاذي؟ يعني هل تقصير أكيد طبعا من الرجل أو من المرأة؟ الاثنين. يعني فيهم يكون من اثنين، مش ضروري من شخص حدا. عندك مثلا في حالة إذا حدا عنده انفصام شخصية مثلا، هيدا يكون سبب للبطلان الزواج. إذا حدا مثلا الخيانة، الزنا. الزنا إذا كان في عندك علاقة بلشت، علاقة مبلشة من قبل الزواج وكفوا فيها من بعد الزواج. كفى فيها شخص من بعد الزواج، بيكون كمان إذا مبلشة قبل ومكملة، ولكن إذا مبلشة من بعد كمان، كمان ذات الشيء كمان. بس هون اكثر شيء بتؤدي لهجر، ما بتؤدي للبطلان. اذا كانت لوحده كسبب لوحده ادليتي في قدام المحكمه، بتؤدي لهجر دائم. ليه ما بيقدروا يبطلوا الزواج؟ يعني هجر معناتها كل واحد عايش ببيت ولكن منن هي الزنا. اذا كانت مستندة على سبب نفسي، على عجز نفسي، بمعنى انه عنده الشخص هوس نفسي مثلا، هوس جنسي مثلا، ساعتها بتؤدي للبطلان. يعني بيجربوا يلاقوا لها يمكن مخرج معين. حسب ظروف القضيه وحسب الظروف. وهل مزبوط مثل ما بيقولوا لازم ينشاف الشخص بالجرم المشهود لحتى يثبتوا انه في زنا؟ نعم. يعني هلا هو مفروض تتقدم إلا اثباتات. إذا اعترف هو. نعم، في اقرار، في بعدين في اثباتات لازم تتقدم انه في زنا. نعم اكيد. ومن بيناتها انه ينشاف بالجرم المشهود. يعني قلتي لي نحن عم نحضر للحلقه في ثلاث اسباب رئيسيه: عيوب الرضا، موانع الزواج، وصيغه الزواج. شو هن عيوب الرضا؟ يعني مثل ما عم نقول للأسباب النفسية وطريقة التعامل. يعني في يكون طريقة التعامل غير صحيحة يمكن لها علاقة بالماديات. أكيد أكيد. لأنه في مثلاً بموجبات الزواج في عنده بده يهتم بتربية الأولاد، بده يهتم بإعالة العائلة كمان. إذا ما حدا قدمهم الزوج كمان، هيدا سبب بيكون للزواج. لأنه أكيد أكيد إذا كان مبني على عجز نفسي، عنده شيء مرض نفسي، ما عم بيقدر هو يقرب هودي، يقدم هيدي الموجبات وينفذها. نعم. العنف المنزلي أستاذي. العنف المنزلي كمان هو كيف بيقدر يوصلنا للفسخ او للبطلان؟ هو كمان بيقدر يكون سبب للبطلان كمان. اذا كان بالعاده العنف المنزلي الواحد يكون عنيف، بيكون عنده مشاكل نفسيه. يعني كله تقريبا عم بيصب بفرد اغلبيه خاني. نعم، اغلبيه هذه الاشياء. ولكن كمان اذا ما كان في عندهم، اذا ما قدرنا نثبت عجز نفسي، ممكن يؤدي للهجر.
للهجر. والهجر يعني رح نحكي عن النتائج بعدين، ولكن العنف المنزلي لازم يكون في كمان اثبات، شو لازم ينعمل لما بيكون في عنف منزلي؟ يعني ساعة اللي مثلا المرأة بتكون معنفة بالمنزل، أقل شيء تروح عن طبيب شرعي يعمل رابور وتتصور كمان، لأنه هو اللي بيساعدوها بالإثبات. نعم، بالإثبات قدام المحكمة وبتتقدم على المحكمة، وهيدا بيكون سبب أساسي ورئيسي للبطلان، بتقدم كإثبات قدام المحكمة. نعم، صار في هجر أو صار في فسخ أو صار في طلاق، يعني ما منتمناهن أكيد لحدا، ولكن شو بيصير من بعده؟ يعني أوقات بيكون في أولاد، وأوقات بيكون في نفقة، وأوقات بيكون في كل هالأمور المشعبة يعني. نعم. وبالإجمال عم بيكون في شوية ظلم للمرأة خصوصا بلبنان، شو بيصير؟ كيف تتحدد النفقة وكيف تتحدد حراسة الأولاد؟ هلأ بالنسبة للنفقة، النفقة هي كل شيء لتأمين الحياة للعائلة، إن كان المرأة وإن كان الأولاد، من ناحية الطبابة، من ناحية التعليم، من ناحية الأكل، المشرب، الملبس، كل شيء. نعم. كل شيء بخص هيدي الأشياء. هلأ بالنسبة ل بدنا نميز بين نفقة الأولاد وبين نفقة الأم. أكيد هن اثنين مختلفين عن بعض، يعني إذا كان في أولاد بيكون في نفقتين. أكيد. نعم، نفقة الأم منفصلة عن نفقة النفقات، هي تقديرها بيعود للمحكمة، وأكيد بتاخد بعين الاعتبار مثلا الوضع المادي للزوج للزوج للشريك أو للشخص يلي بدها تفرض عليه النفقة. نعم. بده يتاخد الوضع المادي وقدي بيطلع وكل هول الأشياء. بس نحن عم نعرف انه في مبلغ معين، يعني مثلا لنقول 400,000 او 500,000 هولي محطوطين للمرأة المطلقة، يعني هل بس هالقد بينعطى؟ وكنا عم نقول عم بقول لك هيدا شيء طالع لتقدير بينترك لتقدير القاضي. نعم. لتقدير المحكمة بالأحلى. نعم. عرفتي؟ ولكن من بعدها يعني قلتي لي امبارح انه في شيء يمكن بيتوقف اوقات بتتوقف النفقه من بعدها، بتتوقف النفقه عن زوجي وقتها بيصدر الحكم بالطلاق او بالبطلان، لانه هون بيكون انحل الوثاق. شو هو الوثاق؟ ينحل الوثاق هي رابطه زوجيه. نعم، ولا ينحل الوثاق بده كتير شغل يعني على الموضوع، لأنه الكنيسة بتعتبر يعني طالما الدعوة قائمة طالما بده يندفع لها نفقة للأم. بس تنتهي الدعوة وتوصل للحكم النهائي ويصدر الحكم النهائي، ساعتها الأم تتوقف. نعم، تتوقف النفقة للأم لأنه ما بعود في وثاق. والأطفال أما بالنسبة للأولاد مفروض يضل النفقة لألون بكل شيء بخص تعليمهم، لبسهم، طبابة، كل شيء بخص الأولاد لحد الصبي ما يبلغ سن الكسب. يعني يمكن هو يوقف مدرسة عمر 14 سنة ويبلش يشتغل ويكسب. بهيدي الحالة بتتوقف حتى لو أنه عمره بعده صغير. نعم. بيعترف. نعم، لا للأسف. يعني نعم نعم. بلبنان في أسباب معينة للطلاق أو للبطلان؟ يعني هل في أسباب شائعة عنا بلبنان؟ عندك أكتر شيء الزنا، العجز الجنسي، العجز النفسي. نعم. هولي أكتر. نعم. شيء يعني بيمرقوا معنا. نعم. هل بينطلب من الأزواج أستاذة أنه ينشاف طبيب نفسي بخلال معاملات الطلاق؟ أكيد أكيد. ليه؟ اكيد، ما القاضي بده يكون شيء اسمه اليقين الادبي، يعني بده يقتنع انه هيدي الحياه بين هودي الزوجين صارت ابدا مش مقبوله، وانه في سبب نفسي وفي سبب انه هيدا من 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 طرق الاثبات اللي بيتكل عليها القاضي كرمال يكون قناعته. نعم. ويقرر البطلان. هل الأطفال لهم كلمة بالموضوع؟ ليك وقتها بيكون في الحراسة، وقت الأطفال بيبلغوا مثلا السن معين أو شيء، إنه معقول القاضي يكونوا بالغين سن معين، معقول القاضي يسألهم رأيهم يعني مرات. ولكن إجمالا كيف تتحدد الحراسة؟ الحراسة هو نحن بالقانون الكاثوليكي بقانون الأحوال الشخصية الحراسة مقررة للأم خلال سن الإرضاع. نعم. وسن الإرضاع هو بس للسنتين. بس كمان هذا القانون أعطى الحق للقاضي
انه ياخذ بعين الاعتبار مصلحه الاولاد حتى لو كان بده يخالف القانون. مشان هيك اغلبيه الاحكام يلي بتتعلق بالحراسه هلا هالفتره عم يعطوا الحراسه للام لانه اكيد الاولاد بعمر صغير بيكونوا كثير بحاجه لامهم، عم ياخذوها شوي بالاعتبار يعني وعم بحطوا الاولاد مع امهم. لكن هل بيصير في اوقات مثل نوع من النكايات؟ اكيد. شو بتصير المشاكل من بعدها؟ هل بتتوقف الدعاوى وهل بتتاخر اكثر؟ بتتاخر الدعاوى، هيدي النكايات والمماطلات اللي بتصير هيدي اللي بتخلي الدعوه تتاخر. انه زياده انه في عنا مهل انه لازم نحترمها، كمان فيهم يلجأوا لأساليب مماطلة بتأدي لتأخير الدعوة. مثل شو يعني؟ بيصير يقدموا إثباتات خاطئة أو هيك مثلا؟ نعم. ولكن تغيير الدين هل هالقد هو سهل؟ أكيد لا. شو بيصير؟ كيف يعني؟ هل الكنيسة بتقبل بهالموضوع؟ هل الديانات الأخرى بتقبل بهالموضوع؟ هل بيصير في دفع مصاري؟ أكيد. شو بيصير؟ أكيد. هلا إذا شخصين بدون يبطلوا زواجهم بسرعة عم بيجربوا يغيروا مذهب، بس يغيروا مذهب أكيد وكرمال تا ياخدوا البطلان لازم يكونوا متوافقين، وهيدا التوافق هو اللي بخلي يطلع البطلان شوي بسرعة بمذهب تاني. بس كمان هون بس هن عم بغيروا مذهب، إذا بدهم يرجعوا يتجوزوا مرة تانية قدام مرجع كاثوليكي هن هون منهم محلولين من الوثاق، مشان هيك بدهم يرجعوا يقدموا دعوة تانية ببطلان زواجهم الأول يقدروا يتزوجوا مرة تانية قدام المذهب يلي هن كانوا منتمين لإله. ولكن حل الوثاق هو وثاق، يعني الكنيسة ما بتعتبر أنه الوثاق هو مثل نوع من كونترا اتفاقية بين هالشخصين. نعم. ولكن بتعتبره أكثر من هيك يمكن هو سر زواج. هو سر بالنسبة للكنيسة. يعني شو رأي الكنيسة بهالموضوع أستاذي؟ يعني هل منشان هالأسباب هن بيتأخروا شوي بإعطاء البطلان؟ يعني بيجربوا انه يصالحوا نعم، ولكن لما بدهم يبطلوا هالسر يعني كيف بيفسخوا سر كنسة استاذة؟ هن الكنيسة وقتها بتكون مش هن، نحن عند الطائفة الكاثوليكية هن ما بيعطوا طلاق لانه كل اسباب الطلاق هي تنشأ من بعد الزواج، يعني عندك زواج نشأ صحيحا وزادت اسباب عليه وهيدي الاسباب خلته ينفسخ أو يعني وكانه الزواج هو من اساسه منه مزبوط. لا لا، بالنسبه للطوائف الارثوذكسيه وغيرها كمان من الطوائف ان الزواج اللي نشا صحيحا بكون هذا زواج مزبوط، وبالعكس اخذ كل فارض كل مفاعيله على الفريقين. بس بالنسبه مشان هيك الطائفه الكاثوليكيه ما بتنظر بالزواج من باسباب الزواج يلي هي لاحقه، ما بتعطي فيها طلاق، مشان هيك ما عندها طلاق. يعني ان شاء الله ما حدا بيوصل لهون استاذه، ويضلوا يلاقوا دائما حل سلمي لهالمواضيع. نحن بنشكر وجودك معنا روزي محفوظ عساف، اهلا وسهلا فيك. انا رح انتقل لعند زميلتي تينا. بونجور تينا. هاي. شو هالزينه الحلوه يا تينا عنا بهالستوديو؟ فكرت انا الزينه. انت زينه بحد ذاتك. لكن انا اليوم شفت الشجره كثير مهضومه. انا كمان اليوم لشفتهم. سبا سبا، شو عندك اليوم بولدان؟ اليوم في عنا كثير اشياء حلوه، مبلشين ببالانس، في عنا بيتس، في عنا ايكو، موضوعنا كثير حلو بايكو عن الشاي، جميع انواع الشاي وكيف تعملي اطيب فنجان شاي رانيا. معك فاذا بتبقي معنا هيك من ذوقك انا وما باقيه انا مش رايحه محل تينا. وفي اليوم بوش وموس وشوكولا، وفي كوكتيلز كمان مع جوزيف. يلا تفضلوا. يلا